البصل يحتوي على مركبات تساعد على علاج مقاومة الأنسولين، وهو مضاد قوي للأكسدة ومضاد للسرطان، ويرفع مستوى أحادي أكسيد النيتروجين المفيد لجهاز الدوران. يحتوي البصل على مادة الكرسيتين الذي يقلل خطر الإصابة بإعدام عدسة العين والحساسية، وهو مضاد قوي ضد الالتهاب ويساعد على خفض ضغط الدم، وهو أيضا مدر للبول. البصل مركب يحفز هرمون اسمه اللوتينايزين هرمون الذي تفرزه الغدة النخامية، وهذا الهرمون ينتقل إلى الذكور إلى الخصيتين لتحفيز إفراز التستوستيرون. ينصح بتناوله مقلي أو طازج جزئيا مع الأطعمة.